من إنفلويف تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لهم العناوين. الحكومة الإسرائيلية بقيادة أهود أولمرت سوف تقوم بتحرير ما يقارب 400 أسرى من الفلسطينيين قبيل لقاء أنوبلس تحت إطار حسن النية مع الفلسطينيين من أجل استمرارية المفاوضات والوصول إلى نتائج إيجابية من هذه القمة التي سوف تعقد على ما يبدو خلال هذا الشهر. محادثات سياسية بحتة ما بين إسرائيل وتركيا تجري في هذه اللحظات، وهناك إمكانية بأن إسرائيل تقوم ببيع تركيا نظام صواريخ دفاعي وكذلك طائرات للتجسس مثل التي تملكها إسرائيل والتي تدعى أوفك، وهذه سوف تعتبر من الصفقات المهمة ما بين الدولتين من أجل توطيد العلاقات وإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. أما بما يتعلق في قائد العصبة الجليل الذي كان خلال الحرب لبنان الثانية غال هيرش، تحدث إلى الإعلام وهاجم القادة العسكريين الإسرائيليين الذين كانوا خلال الحرب، فقد قال عنهم بأنهم تركوا الجنود لوحدهم ولم يكونوا وراء القرارات التي اتخذوها خلال الحرب، ولذلك تسببت الأضرار في هذا الحرب وأدى إلى فشل كبير في مجرياتها. خلال الدوري الإسرائيلي البارحة لكرة السلة ما بين فريق هابوئيل القدس وهابوئيل حولون، قام أحد من الجمهور بإطلاق قنبلة على أحد الحراس الذين تواجدوا في الملعب، حيث أوقفت اللعبة وأصيب الحارس بإصابات بليغة وقد قطع منه 3 أصابع والعمليات تجرى إليه. أما بما يتعلق في التكنولوجيا وفي العلوم الإسرائيلية، فإسرائيل في هذه الأيام تقوم ببيع تكنولوجيا جديدة إلى شركة أمريكية التي تستعمل الكمبيوتر، وهذا يعتبر إنتاج اقتصادي إسرائيلي بحت. إنفلايت تي في تقدم تقرير روحاني عن النصرانية هنا في إسرائيل. تقرير آخر ومشوق عن محمود الزهار وعن إعلانه عن احتلال الضفة. لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفولايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة ب4 لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفولايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث ب4 لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفولايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفولايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفولايف تي في.